يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. حلقتنا النهاردة بإذن الله حلقة مميزة. ليه؟ لأن احنا هنتكلم فيها عن حلاوة البدايات، فترة الخطوبة اللي دايما بتكون من أجمل الفترات. طبعا في سبب لكده، لأن كل طرف طول فترة الخطوبة بيحاول ان هو يظهر أجمل ما فيه، ودايما بنعبر بقى عن حبنا بالكلام والتصرفات والهدايا. وبالرغم من ان الخطوبة من أجمل الفترات، إلا انها كمان من أخطر الفترات، لأنك لازم تكوني مركزة انك انت تفهمي الطرف التاني، وتكوني كمان واثقة ان ده الشخص اللي اخترتيه ان هو يكون شريك حياتك. تعالوا بينا نعرف ايه اهم الصفات اللي لازم تكون موجودة في شريك حياتنا، كمان ايه المخاطر، مخاطر التجمل خلال فترة الخطوبة. ضيفتنا اللي منورانا النهاردة هي آية عبد المجيد، الأخصائية النفسية واستشاري العلاقات الأسرية. برحب بيكي معانا يا آية. بيكي حبيبتي، ده انا اللي مبسوطه بوجودي معاكي. يعني انا لا اكذب ولكني اتجمل. مظبوط، ده بيبقى في فتره الخطوبه، لكن عايزين ننسف الموضوع ده، عايزين يعني ننسف الكذب مش التجمل، لان احنا كلنا دايما بنبقى عايزين طبعا نبقى في ازهى صوره. ويا سلام لو من كتر التكرار بقت دي طبيعتنا. نبدا في البدايه. دايما في مقوله الحب اعمى. مظبوط، هو فعلا الحب اعمى، ولا انا ببقى عارفه الشخص ده عيوبه ايه وفي اللي اقدر اتعايش معاها واتغاضى عنها، وفي اللي ما اقدرش طبعا. فدايما الستات تتحجج، انت يا ستي ما انت كنت شايفه يا حبيبتي ان العيوب على فكره وكذا وكذا وكذا، وعارفه طبعا، لكن برضو سكتم بكتم وقبلت وخدته على عيب. لا، ما اقول لحضرتك على حاجه، احنا بيحكمنا ثقافات معينه، ودي اللي مضمره حياتنا، يعني حياتنا اختياراتي مضمره حياتنا. عامله فيديو كده تقول كده، ايوه بالظبط كده. بس اقول لحضرتك على حاجه، انا لازم يعني ما فيش حاجه اسمها حضرتك بتتفاجئي بشخصيه، لا. انا ما يعني لما واحده تقول لي اصل هو ما كانش كده، ابقى عارفه على طول. لا، انت كنت عارفه ان هو كده، بس انت عايزه تكملي. بتوهمي نفسك. بتوهمي، لا هي مش بتوهمي، هي متخيله. متخيله وعندها احلام ورديه ان هي ممكن تغيره. لا هو هيغيرها ولا هي هتغيره. لا، كل الثوابت بتبقى هي شايفاها وعارفاها وبتتغاضى عنها عشان تكمل العلاقه. الحب اعمى من وجهه نظري انا، وانا اللي عايزاه اعمى، لكن انا شايفه العيوب وانا اللي عايز اكمل بارادتي انا. يعني هما ما فيش واحده سبب مشاكل العلاقات الزوجيه كلها بلا استثناء. بلا استثناء، وحطي تحتها بلا استثناء مليون خط. الا حالات مرضية معينة لم يتم اكتشافها قبل الزواج. إيه مثلا؟ حاجات وراثية انا ما كنتش اعرفها. ايه ده، احنا داخلين على امراض نفسية يعني؟ دي أوكي. اللي ممكن، دي اللي ممكن ما كنتش مدركها. وعلى فكرة قوي. الطرف الاخر ممكن ما يكونش مدركها كمان، فما هو ما قصدش يخبيها، هو مريض. لا، هو 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 مريض، والمرض ده يا اما هو بيتعالج عنه وخباها يا اما هو نفسه مش عارف ان هو مريض، او ظهر في وقت لاحق. بالظبط بالظبط. فدي لكن بقيه المشاكل صفات. كلها كلها بتيجي من الاختيار اللي قبل الزواج. ان انا عارفه عيب معين ودخلت على الحياه بالعيب ده وتعايشت معاه على ارض الواقع، وتخيلت مع نفسي وفي العقل الباطن ان انا هغيره، وهو ما بيتغيرش، بالعكس بتتفاقم المشكله بعد العلاقه الزوجيه. طيب، هو في اختبارات يعني، في حاجات مؤشرات تبين عيوب اللي قدامي طبعا قوي؟ وهل في برضو عيوب بينفع انها انا لا اكذب ولكني اتجمل، يعني العريس يخفيها تماما وينجح في اخفائها، ولا في حاجات؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا دايما في العلاقه دي علاقه حساسه جدا، علاقه حساسه جدا، يعني فيها في فيها بناء اسره ومجتمع واطفال جايين نتاج العلاقه دي، وحياه كامله متكامله. فانا ما مش مع مقوله انا لا اكذب ولكني اتجمل في العلاقه الزوجيه نهائي. ممكن في الاصحاب، ممكن في الجيران. ايوه، اصل بتشوفيهم قد ايه؟ بالظبط، وقت قد ايه؟ مش بتصحي وتنامي وتاكلي وتشربي؟ يعني عارفه حضرتك يعني ايه؟ انا ببني اساس عماره وهو انا عارفه انه في مشكله. ما العماره دي
آجلا أم عاجلا هتقع. حتى لو من أصحاب حملة I can fix him على فيسبوك وعلى إنستغرام I can fix him. لا يا حبيبتي كان غيرك أشطر. بالظبط كده. لا هتقع وسبب المشاكل وسبب الانفصال وسبب الكوارث اللي احنا بنشوفها في العلاقات الزوجية هي أساسها الأساسي اللي هو الثوابت اللي احنا بنقول عليها اللي بنتغاضى عليها. لا مفيش حاجة اسمها أنا لا أكذب ولكني أتجمل حتى لو في الشكل. يعني لو حضرتك انا ببقى يعني حضرتك بتشوفي دلوقتي المقاسي اللي بنشوفها ان ممكن حضرتك حد شافني دلوقتي مثلا بتقولي انت غير الصورة خالص ممكن بالزبط. احلى اوحش لا بالزبط. احنا عندنا بقى في الحياه لا بني على طبيعتك انت تبقى باين على طبيعتك وهي تبان على طبيعتك بس حتى في الشكل. الحته دي عند البنات اكتر. لا ورجاله اضرب لانسز اسبغ شعرك لا اسبغي شعرك دلوقتي ما بنعملش مجهود ده هو فلتر دلوقتي سيلفي هدوم صاحبتك لا ما ينفعش في العلاقه الزوجيه. لكن الراجل هل ممكن شكلا كمان يتجمل في طريقه لبسه في طريقه كلامه في طريقه علاقاته مع الناس في طريقه معاملته مع اهله في كل حاجه في طريقه بذخ وهو يطلع في الاخر بخيل. لا في تمثيل كتير فانا ضد نهائي التجمل او الكذب في العلاقه الزوجيه. يلا بعيد نعمل عن كده نتجمل. يلا نعمل كمين. اوكي نخلي العروسه تعمل حاجات يعني تريكات كده اللي بيها تكتشف حقيقه الشخصيه اللي قدامها. بص اقول لحضرتك على حاجه نمبر 1 في الجواز. ايوه نمبر 1 في الجواز بعيد عن الشكل بعيد عن الماديات بعيد عن اي حاجه تانية لان هو ده الاساس في الجواز. لو الاساس ده موجود اعرفي ان انت هتكملي صح جدا. المسؤوليه طبيعي ان انا هختار واحد عنده اخلاق. ما طب تعمل ايه تعرف ان هو عديم المسؤوليه او عديم كامل المسؤوليه؟ لا بيبان بقى حضرتك بقى, إيه بقى؟ واحنا بنتخطب مش بنتخطب النهارده بنتجوز الصبح. لا احنا بنتخطب دلوقتي في الجيل الجديد هم قبل ما بيتخطبوا في خطوبه وفي خطوبه وفي خطوبه وبعدين بيخشوا الخطوبه اللي هي المتعارفه. ايوه بالظبط. فانت في الفتره دي كلها حضرتك بقى حمليه مسؤوليه. زي ايه؟ اديني امثله عشان البنات دلوقتي ما يبقالهاش حجه. زي مثلا عربيتي عطلت انا واقفه في الشارع مش عارفه هعمل ايه. في ناس تقفل تليفون هيقول لي انا جاي لك في الطريق وهيقفل تليفونه ومش هيجي وهيقول كل الحجه اللي ممكن انت تتخيليها. اقعدي في وسط اسرته ما تروحوش تهرجوا وتضحكوا حطي عينك هو بيتعامل مع اسرته ازاي. مع اخواته مين اللي بيودي مامته لو بابا مش موجود مين اللي بيودي مامته للدكتور. مين اخته مين اللي بيوديها الدرس ومين اللي بيجيبها. هو بيتحمل ايه في البيت. الحاجات دي كلها هتعرفها لو هي عينها على اساس ان الحب مش اعمى. ايوه وركزت هتعرف ده مسؤول ولا مش مسؤول. لان اول اللي مش حاجه مسؤول حلوه قبل الجواز مش هيبقى مسؤول بعد الجواز. طيب اهم حاجه تبقى واخده بالها هو بيتعامل ازاي مع افراد اسرته. الكمين التاني. الكمين التاني اللي هو اقول لحضرتك على حاجه البخل. البخل ده مدمر. يعني تعرف ازاي؟ يعني انا عايزه طريقه الاختبار. تنسى محفظتها في البيت. وتقعد في مكان بتقول له معيش فلوس انا كنت داخله اجيب كذا وحجزته ونسيته. لو هو قال لها خلاص نبقى انا عندي المره الجايه تبدا تنور عندها اللمبه الحمراء وتبدا تاخد بالها ان هو في مشكلة عندي. بس انصحك اوعي بقى تطلبي حاجات. اوعي تطلبي حاجات ويسيبك ويمشي مثلا. لا في بيعملوا كده. لا في بيعملوا كده في الجواز كمان. بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك. انت جميلة قوي قوي جدا والبرنامج البرنامج بتاعك جميل جدا. اشكرك والله جداً. انت جداً. اللي جميلة وقالت يعني قلت لنا اسرار فتاكة. اي عروسه اكيد بتبقى متوتره جدا في اليوم اللي هيتقدم لها فيه العريس وخصوصا لو اول مره تشوفه. بس كلمه لو اول مره تشوفه دي على جواز الصالونات يعني بتبقى محتاره تقابله ازاي تلبس ايه تتكلم ازاي تتعرف عليه ازاي. لكن لو طبعا بيسبق الخطبه دي يعني حب وتعارف وزماله وصداقه قبل الخطبه فاعتقد الحته دي بتكون اسهل. لكن بتبقى محتاره برضو في شويه حاجات على مستوى الاتيكيت. تلبس ايه؟ هل هي اللي تستقبله وهو جاي ولا ما تفتحش الباب حد تاني يفتح الباب؟ هل تقعد مع باباها ومامتها وهو بيتقدم لها ولا لا؟ اسئله كتير مش هنحرقها دلوقتي.
دلوقتي، هنقولها في اللقاء، لان منورانا النهارده ضيفه عزيزه هي دكتور دعاء بيرو، خبيره الاتيكيت والعلاقات الانسانيه. ازيك دعاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ وحشتوني جدا انت جدا وحشت ست الستات موت. وبجد يعني انا كده كده انا بحب اتفرج عليكي وبتابعك، ودايما بحس ان انتوا بتحطوا ايديكم على المواضيع اللي فعلا تمس واقع المراه والبنات والستات، وبتناقشوها بطريقه لطيفه. يا ريت يا ريت نكون فعلا بنعمل دي حقيقه، وبتناقشوها بطريقه لطيفه وبطريقه فعلا بتقدموا حلول واقعيه. طيب احنا قلنا على حاجتين، يا اما العريس ده قبلها في قصه حب، صداقه، زماله، عارفاه، اوكي. لو ما تعرفوش، انا عايزه اعرف طريقه الاستقبال في الحالتين، هل بتختلف اتيكيت وايز، يعني في الاتيكيت كده خطوات الاتيكيت تختلف ولا ما تختلفش؟ انا عايزه اقول لك على حاجه حلوه قوي انت قلتيها، ان حتى لو سبق التعارف ما بينهم قصه حب او يعرفوا بعض او زمايل في الشغل، يعني هي نفسها حتى لو جواز تقليدي في طريقه المراسم والبروتوكول اللي بيتعمل عند استقباله في البيت، لان حتى لو دي زميلتي في الشغل وشفتها، اكيد لما اشوفها في بيت اهلها الوضع برضو مختلف. صح. وسط اهلها، ففي كلتا الحالتين حتى لو بشوفها في النادي، حتى لو بشوف النادي، حتى لو جارتي، حتى لو معرفتي، لكن انا اشوفها بتعمل ازاي في بيتها وفي وسط اهلها ومع اهلي، فالوضع برضو ايه، هو كانه جواز تقليدي. الفكره ان لازم ان طبعا ان حتى لو في يعني معرفه سابقه، لازم البنت بتاخد ميعاد من باباها، يعني بتقول للعريس كلمه في الوقت الفلاني عشان تاخد منه ميعاد، او بيبقى في وسيط اللي هو جواز تقليدي بيبقى هو ده اللي بياخد الميعاد وبيقوله للعريس، او العريس نفسه لو مثلا يعرف والد العروسه فبيكلمه في التليفون، ويستحسن ان الاتصال لقبل 10 صباحا ولا بعد 10 مساء، لان مفيش حد هيتصل بحد يطلب ايه بنته قبل الساعه 10 ما ينفعش، ولا بعد الصبح بدري، ولا بعد الساعه 10 في ناس بتنام، وكمان بلاش من 3 ل 5 لان دي فتره ممكن يكون والد العروسه بيبقى راجع من شغل تعبان. بعد كده طبعا العروسه بتستعد نفسيا والبيت كمان بيستعد، يعني مثلا ما اجيش مثلا يوميها اقول انا هلبس ايه، يعني صعب جدا. ايوه صح. واقول ايه، لا خلاص انا هلبس ده، ما ممكن تكوني الحاجه اللي هلبسيها دي تفاجئي ان انت تخنتي عليها او رفعتي عليها او تفر ايه. في عرايس يقول لك لا 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 لا، ده جاي يتقدم لي بس، ده انا هلبس جينز وتي شيرت والسنيكرز وكده وخلاص، يعني ايه ده، انتوا فاكرين ايه، احنا مش في العصور الوسطى. وفي بنات لا بتحب تحس انها بنات، تلبس فستان حلو، عارفه كده. أيوة. دلع. هو ايه ده، له اتيكيت معين اللبس ولا طبعًا. ايه؟ طبعا الاتيكيت في المقابله دي، اذا كنت لو رايحه انترفيو شغل تبقي واخده بالك من التفاصيل طبعا، فما بالك في اختيار شيك العمر ومقابله العمر. فطبعا اذا كنت هتهتمي لازم طبعا اهتم بلبسي اليوم ده كعروسه، لا اكون متبسطه ولا اكون متبهرجه. بالزبط. البساطه. البساطه هي اللي بتديني، ما البسش ترتر يعني. لا 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 ترتر ولا ستريس ولا الالوان المبهرجه ولا المشجر، حلو رقه. البس لبس كلاسيك، يعني ممكن دريس، ممكن تايير، ممكن جونيلا وعليها جاكيت، ممكن سكيرت وعليه جاكيت. بنات تقول لي انا مش بستريح في الدريس، مش بستريح. اوكي البس بنطلون وعليه بلوزه حلوه كلاسيك، يعني ابعدي عن اللبس اللي بتروحي بيه الشغل كل يوم. ابعدي عن انك تبقي رايحه سهره، لان احنا مش في خطوبه. أيوة. عشان تدي انطباع انك انت قدام العريس واهله، وهو كمان ده سؤال مهم، يلبس ايه؟ لا ما تلبسش جينز، لا جينز للعريس ولا جينز للعروسه. مين اللي يبدا بالكلام؟ وهل العروسه ممنوع تتكلم في اليوم ده؟ وهل ممنوع تبقى قاعده وهو بيتقدم لها؟ يعني فاكرة الأفلام بتاعت زمان الأبيض وأسود بقى، اندهي عليها بالشربات تدخل له هي بتخش. طبعا بناتنا ممكن يغمى عليهم لو قلنا لهم خشوا بالشربات والكلام ده، يعني مش مناسب خالص للزمن اللي احنا عايشينه. لكن ايه حدود قعدتها؟ هي بتبدأ بقى وتستنى لغاية لما هو يكلم باباها، ولا تدخل لما يكلم باباها؟ هو لما الوالد العروسه بيخش وبيرحب طبعا بالعريس، وبيرحب العريس ما يتكلمش في اي حاجه، والد العروسه بيرحب بيه وبعيلته، وبيبدا اهلا وسهلا شرفتنا، نحب نتعرف بيك اكتر. فده لو تقليدي واول مره، فهيدي شويه معلومات عن نفسه. وبعد كده قلنا العروسه بتخش بالعصير، لان احنا قلنا اول حاجه شوكليت مامه العروسه بتقدمها، بعد كده البنت بتخش بالعصير وتمشي بقى. لا
تفضل قاعده وهو بيتقدم لها؟ اه طبعا بتفضل قاعده، الكلام ده خلاص طبعا انتهى. بتفضل قاعده، وبعد كده لو القعده طولت والناس استريحت لبعض، مامه العروسه بتجيب شاي ومعاه الجاتو السوري اللي جايبه العريس او الام العروسه محضره. لا طبعا احنا المفروض ان العريس يبدا، البنت ما تكونش خجولة، أنا عايزة أقول فعلا لكل بنت ما تكونيش خجولة، لأن ده شريك حياتك اللي أنت بتختاريه، والمقابلة دي مهمة. صحيح هيبقى في مقابلات تانية، لأن طبعا إحنا ما أقدرش أكون شخصية عن حد من أول لا مرة طبعا. ولكن دي مهمة، ودي حاجة ليكي أنت لازم تكوني حتى محضرة نفسك نفسيا إيه الأسئلة اللي ممكن تسأليها له. ولو استحسن بقى أستاذة دينا، وده من الأتيكات، إن إحنا نسيب العريس والعروسة في مكان في الشقة لمدة يعني بارتيشن كده جنبنا، يتكلموا نص ساعة أو ثلث ساعة ده لو ما يعرفوش بعض. يتكلموا مع بعض في يعني يتكلموا، تسالوا اسئله وحاجات معينه، بس تبعد طبعا عن وعموما في جلسات اول مره السياسه والدين والكوره، لان دي بتعمل مشاكل. فحتى لو عرفنا نقول بعد كده، بس دي بتقفل لو حد اهلاوي وزملكاوي، السياسه الدين، فالحاجات دي بتقفل اللي هي الميول الحاجات دي. ولكن تسالوا عن اهتماماته، عن مشاريع في المستقبل، تسألوا، بلاش بقى تسألوا طبعا الحاجات المادية نوك. شكرا جزيلا دكتور دعاء بيرو، خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية. أعتقد كده يعني شفنا الصورة ممكن تكون ازاي للعريس وهو بيتقدم، ايه اتيكيت اول قاعدة علشان كل العرايس كمان يبقوا واخدين بالهم يعملوا ايه، ما يعملوش ايه، يلبسوا ايه، ما يلبسوش ايه. فاعتقد النقاط دي كافية جدا. بشكرك شكرا جزيلا، للاسف وقتي خلص. كنت سعيدة جدا مع حضرتك النهاردة، وان شاء الله يكون باذن الله موضوع افاد كل البنات والشبان ان شاء الله. اكيد وحتة قبول او رفض دي يعني مسألة نسبية، وما تكونش يعني ايه نقطة توقف هي اني اقفل واني اترفضت، فدي حاجة تهز ثقتي بنفسي. لا طبعا. بشكرك على وجودك معانا النهاردة، بشكر مع حضراتكم دكتور دعاء بيرو خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية اللي نورتنا في حلقتنا النهاردة. وانا هاخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا. طبعا عندنا مشاعر جياشة وبنزعل وبنتعرض للصدمات، ومش دايما بنقدر نطلع اللي جوانا أو نفرغ شحنات الحزن أو الزعل. النتيجة بتكون إيه بقى؟ إن الشحنات دي بتفضل تنخر في عظمنا، تتحوش في الجسم، وبعد كده يا جماعة بتظهر في صورة آلام متنوعة في كل أجزاء جسمنا. وكل نوع من أنواع المشاعر ليه ألم مختلف عن التاني. إزاي المشاعر دي بتأثر على صحة المرأة؟ إزاي نطلع كل ده، نفرغ المشاعر السلبية دي أول بأول؟ إزاي نفهم الإشارات اللي جسمنا طول الوقت بيحاول يبعتها لنا؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة من خلال تخصصات متعددة. واسمحوا لي أول فقرة أرحب بدكتورة كومبو زي ما بنقول، ليها تخصصات كتير، دكتور ملك المهدي أخصائية العلاج الطبيعي لصحة المرأة وعلاج المشاعر بالطاقة، هي بتدرس العلاج الطبيعي ومتخصصة طاقة وتخصصت أيضا في التغذية العلاجية. زي ما بقول لكم كده دكتور ملك المهدي كومبو تخصصات مختلفة لصحة المرأة. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا دكتور ملك، زي ما بنقول كده المشاعر وتأثيرها وعلاقتها بالآلام اللي بتطلع لنا، وزي ما قلنا في الانترو كده، هل فعلا جسمنا بيحاول يبعت لنا إشارات وتحذيرات ورسائل من تحت لتحت طول الوقت؟ بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان جواه الداء والدواء. والإنسان قادر إن هو يشفي نفسه بنفسه، بس ما حدش علمنا الطريق إزاي نمشي إزاي. فالعلوم الجديدة والمشاعر بدأت إن هي يربطوا المشاعر بالأمراض، وربطوها كمان بالجهاز السمباثاوي والباراسمباثاوي اللي موجود في الجسم. السمباثاوي اللي هو بتاع الحرب أو الهروب، التاني بقى بتاع الريلاكسيشن والمود الحلو وضربات القلب الواطية وكده. فأنا لو جيت قلت لك مثلا دلوقتي وانت بتصوري كتير وكده، انت جوعتي ورحتي عملتي وجبة كده حلوة وكوباية نسكافيه بقى وهتقعدي تاكليها، ودخل عليكي أسد، هتحسي بالجوع؟
الجوع هيفضل موجود؟ لا طبعا هيختفي وتظهر احاسيس تانية مختلفة. ضربات القلب هتزيد، ضغط الدم هيزيد، الادرينالين وكله بقى وايدك وكله هيبقى ناشف عشان يديك الباور، يا اما تحاربي الاسد او يا اما تجري تهربي منه. فالدم كله هربان للايد والرجل، بعيد بقى عن كل اجزاء الجسم تاني التانية لحد ما تتخلصي من الموضوع. يا اما هتفضلي في الصدمه دي فيفضل جسمك على طول الكورتيزول عالي بالظبط ويأثر على هرمونات الجسم كلها فبالتالي بتتقلب لامراض، يا اما بتنزلي بقى للريلاكسيشن اللي هو الباراسيمباثيتك، تهدي بقى بتاع الريلاكسيشن فالجسم يبتدي يهدى. ربنا عامل الموضوع ده عشان الجسم يبقى دايما في توازن. احنا محتاجين ده ومحتاجين ده، لان في بعض الاوقات ببقى محتاجه الستريس والتوتر علشان عندي امتحان، فانا لو مش متوتره شويه وحاسه ان الموضوع بالظبط مش هذاكر مش فهو ده التوازن اللي بيحصل في الجسم. فبتيجي الصدمه، الصدمة هي عبارة عن ان انا خدت منك حاجة شهوة عندك حرمتك منها وتعرضتي للموقف ده وما قدرتيش ان انت تدي يعني اي حاجة ليه، عجزتي عنه. فده بيسمى الصدمة، بتتحوش في جسم الانسان. فين؟ عندنا عقل واعي وعقل لاواعي. اوكي. العقل الواعي بيتحكم في 10% مننا، العقل اللاواعي بيتحكم في 90%. وهو يقال ان هو في القلب، فهو القلب هو اللي بيشيل كل المشاعر وكل الصدمات وكل حاجه بتعرض ليها. الجسم عنده القدره انه يخزن اي حاجه مريت بيها. ساعات بتبقى حاجات تافهه، يعني ساعات تبقى بنت واقفه عروسه بتاعتها وقعت مثلا في النيل بعد ما كانت مبسوطه بيها ومش عارفه ايه، بالنسبه لك حاجه قصه تافهه بس بالنسبه لها فقدت حاجه كانت عامله لها بهجه وفرحه. وبرضه الانسان يعني مثلا، هل انا لو تعرضت لصدمه وانت تعرضتي لصدمه احنا الاثنين هنتاثر بيها؟ هتبقى زي بعض؟ لا لا طبعا. يعني مثلا انا وانت بنشتغل في مكان وطردونا من المكان، خلاص لا قدر الله مثلا سلام وقولة من رب النخي، انا ممكن اخدها ان انا فقدت الناس اللي انا فيه معاهم بالمشاعر والمشاعر دي وان انا كنت معاهم وانا فقدتهم مش هشوفهم تاني. انت مثلا تقولي ايه ده، هو انا مش كفايه؟ هو انا قدراتي مش تيجي على كرامتي بالزبط. والايجو بتاعي يضرب بالظبط. فانت تتصابي في مكان في الجسم وانا اتصاب في مكان تاني. اوكي. وممكن لكن حد تالت خالص ما يتاثرش، بالعكس يبقى مبسوط ان هو مشي. لكن اقصد ايه بقى تاني. السؤال هنا هو حاجه معينه، مثلا لو رجلي وجعتني يبقى انا تاثرت بكذا، لو راسي الصداع ولا ممكن اوجاع في كل اعضاء الجسم تدي نفس الرساله، ولا كل عضو بيدي رساله مختلفه؟ ده علم الميتا هيلث، هو علم الماني اكتشفه دكتور اسمه جريك في السبعينات. اللي حصل ان هو دكتور باطني، ابنه اتقتل قدامه هو ومامته. فاللي حصل بعد 6 شهور لقى عنده سرطان في الخصيه، ولقى ان مراته عندها كانسر في المبيض. فكان عنده علامه استفهام، ليه احنا الاثنين اتصابنا بكانسر في الاعضاء التناسليه بالظبط؟ فجاب بقى كل الناس أو اللي عنده اللي خلفت الولد ده بالظبط. فجاب كل الناس بقى اللي عنده وبدا يعمل ريسيرش بقى عن الموضوع ده، ويتابع معاهم ايه الصدمات اللي مروا بيهم في حياتهم ادت بيهم للكانسر ده او للمرض اللي عندهم ده في المكان ده بالظبط. فبدا بقى يعمل زي خريطه، ومنها طلعت علوم كتير بداوا ان هم يوصلوا الدنيا ببعض. يعني مثلا هي حتى في بالبلدي كده هي سهله، بس هي معقده اكتر في انسجه يعني بنشوفها، ويمكن كمان بتبان في الاشعه المقطعيه والحاجات دي. بس دي هنقول حاجات بسيطه كده سهله ممكن تعدي. يعني ممكن تتصابي في عينك لو شفتي منظر اذاني اذاكي اوكي وجعك، تتصابي في العين. وممكن مثلا في بنت كانت باباها مثلا تقولك انا بابايا نور عيني، لما توفى اتصابت في عينها. الاذن سمعتي كلام مؤذي برضو اذاكي او ما عجبكيش جارح حاجه حد تنمر عليكي فتتصابي في الاذن. طيب هل الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ممكن ياثر علينا بشكل او باخر على نفسيتنا، على اعضاء جسمنا؟ لو فضلت اقول لنفسي كلام سلبي عن نفسي هل ممكن يجي باثر سلبي على صحتي؟ اكيد طبعا. وعملوا اكسبيرمنت بره، جابوا تجربه، جابوا ميه وقروا
قالوا كلام على كل ميه، كلام حب، كلام كره، كلام وحش، كلام حلو، مش عارفه ايه ايه ايه، لقوا ان الرسمه بتاعه الميه بتتغير من مجرد الكلام. يا سلام. فتخيلي ان احنا 75% من جسمنا ميه، فتخيلي تأثير او سوائل يعني. كلمه بتدخل ازاي وبتعمل ايه شيبس جوه، ايه اشكال بالظبط، فبتبوظ الجسم. الكلمه بتفضل موجوده متخزنه في العقل اللاواعي، ودايما انا يعني ايه الام اللي تفضل تقول لابنها انت غبي، انت مش عارفه ايه، انت فاشل. هو ممكن يكون كويس جدا، وهيجي قدامها هيلبس شكل الغباء والفشل قدامها، لان هي خلاص لبسته الشخصيه دي. صحيح. احنا عندنا العقل الواعي والعقل اللاواعي، كل واحد فيهم ليه لغه. العقل الواعي اللغه بتاعته اللوجيك، المنطق. طيب ايه التمارين اللي اقدر بيها اعملها باستمرار لو انا حاسه بالتوتر او بالقلق، في شحنه جوايا عايزه اخرجها؟ هل في تمارين معينه ممكن تنقذنا من الترسبات في عقلنا الباطن اللي ممكن تؤدي بعد كده لبعض الاوجاع او الامراض زي ما خزننا؟ اكيد طبعا. اول حاجه ان انا اتقبل، اتقبل الشعور ده، اعرف ايه هو الشعور. لازم احنا مش عمر ما حد علمنا نعرف ايه الشعور. لا، في حزن، في غضب، في قلق، في توتر، في انواع كتير من اعرف ايه هو الشعور اللي عندي. المعرفه نص العلاج. وبعدين ابتدي اتقبل لان عدم التقبل بيزيد من الموضوع. لو عندي طفل بيعيط ومش متقبله عياطه وبصرخ في وشه ومش متقبله، هيزيد. لكن لو خدته وطبطبت عليه وخلاص وهدي، خلاص هيهدى. فانا بتقبل جسمي وبقول له انا متقبله ان انت تحس بالشعور ده. بعد كده ممكن في العلوم الصيني والإبر الصينية والحاجات دي، اخترعوا أماكن في الجسم ممكن مجرد أعمل عليها تابينج يديني هدوء، ومجرد بقول إن أنا متقبلك يا جسم. هل ده بتمارسيه في العلاج الطبيعي؟ بيفرق كتير قوي لما حلو نستفيد من الحتة دي. لو أنا متوترة، لو فضلت أعمل تابينج على القورة، ده يفيدني بإيه؟ اولا انا هجيبك ريلاكسيشن. اوكي تمام. فانا لو عندي عضله فيها سبازم او فيها مشكله هتفك معايا بنسبه 60-70%. اوكي، ده من التابينج هنا بس؟ لا، هقول لك تابينج فين. يلا. هعمل تابينج هنا وانا بقول لجسمي بالرغم اني بحس حاسه بالتوتر، بس بحبك يا جسمي ومتقبلاك وبسمح لك تحس بالاحساس ده. او بلاش الجمله الطويله دي، بس يعني انا متقبله الشعور بالتوتر وبسمح لك تحس بيه. وهنا الشعور بالتوتر ناحيتين او ناحيه واحده، تحت العين، تحت المناخير، تحت البق، هنا عند تحت اللي هي. وانا بقول جوايا لازم اقولها بصوت؟ لا، ممكن بقلبي. بقلبي. انا متقبله الشعور بالتوتر وبسمح لك يا جسمي انك انت تحس بيه. افضل اعمل كده مع تمرين التنفس، لان التنفس اقوى حاجه يعني عندنا. ان احنا اول ما اتولدنا هي اول حاجه بتقول للحياه ان انا جيت، هي النفس. النفس بس نتعلم نتنفس صح. والله يا جماعه ربنا خلق لنا في جسمنا زي ما دكتور ملك قالت في البدايه الداء والدواء، بس احنا نستقي بقى كده ايه العلم من اصحاب العلم، ونقرا في الابحاث دي ونعرف ازاي ممكن نعالج نفسنا باننا يبقى عندنا رضا نفسي وعندنا صفاء نفسي، ونرجع للطبيعة مرة تانية، ونسد ودنا عن الرغي رغي 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 طول الوقت. لا، لازم كده ايه نحس بسيرينتي، يعني ايه سكينة وهدوء نفسي. بتهيألي في أمراض كتير هتختفي من الحياة لو حسينا بالهدوء النفسي ده. دكتور ملك المهدي، أخصائية علاج الطبيعي لصحة المرأة وعلاج المشاعر بالطاقة، بشكرك شكرا جزيلا. نتقابل تاني ونكمل تمارين مرة تانية، لأن احنا أكيد محتاجين التمارين دي طول الوقت. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده عن طرق العلاجات المختلفه اللي نقدر نعملها وتخفف عننا كتير وتودي كتير باذن الله من الامراض. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن العلاج بالحجامه. الحقيقه الحجامه دي اتصنفت ضمن العلاجات البديله في دول كتير جدا، دول
كتير إسلامية بتستخدمها دلوقتي كجزء من الطب النبوي، وكمان لجأت ليها بعض الدول الأوروبية، وزي ما شفنا مشاهير كتير استخدموها. هنعرف الفرق طبعا. مو صلاح بيعمل حجامة، كريستيانو رونالدو وغيرهم، هل بيعملوا حجامة ولا كاساتها؟ وهنعرف. لكن تعالوا نتعرف أكتر عن الحجامة، دواعي استخدامها، أنواعها. النهاردة ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو هي دكتور نهى محمد، أخصائية العلاج الطبيعي والعلاج بالحجامة. برحب بيكي معانا دكتور نهى. قوليلي كده في الأول عشان ما تختلطش علينا بعض المفاهيم، إيه الفرق ما بين كاسات الهواء والحجامة، واللي بيعملوه بره كاسات هواء ولا حجامة؟ لا، اولا اول حاجه الحجامه هي حاجه وسيله من الوسائل التقليديه اللي كانوا بيستخدموها زمان قوي عشان يتداووا بيها، وهي طريقه امنه جدا كانوا بيشيلوا بيها الاذى من الجسم من غير اي تدخل جراحي ومن غير اي مواد كيميائيه. اصلا المفهوم اللغوي لكلمه الحجامه هي الحجامه، يعني بمعنى ان انا الشفط، معنى الحجامه الشفط، واحجم يعني ان انا ارفع الاذى او امنعه. صح. فالعمليه كلها بتاعت كلمه الحجامه دي، مفهوم الحجامه كله ان انا بجمع الاذى وبشيله من الجسم. جميل، اوكي. وهو بعيد كل البعد عن كاسات الهواء. اوكي. مش زيه اساسا. بس كاسات الهواء بتتعمل بنفس التكنيك اللي هو برضو بنشفط المكان. لكن الحجامه ايه الفرق؟ الحجامه فيها انواع كتير. الحجامه في حجامه جافه وحجامه تشريطيه. الحجامه الجافه دي مش بيتم فيها تشريط، بمجرد ان انا بعمل ساكشن بس، ممكن استخدمها بحاجات كتير قوي. ممكن اعملها ثابته، ممكن اعملها متحركه، بعملها بقى في لايت وفي ميديوم وفي هارد. الهارد اللي انا بستخدمها في الحجامه التشريطيه. لازم ساعتها اعمل ساكشن بشكل قوي شويه. عشان انا هشرط وهيطلع دم، فعشان الكابس دي ما تقعش وفيها الدم، فبيبقى ساعتها بنعمل اللي هي الهارد كابينج. في انواع تانية كمان اللي هي الهيربل كابينج، دي بيبقى بيستخدموا فيها شجر البامبو، بيحطوه في وعاء كده فيه ميه بمواد معينه. عشان الشجر ده يمتص المواد اللي موجوده في الميه، وبعد كده بيحطوه على جسم الانسان ويعملوا بيه الشفط وكل حاجه. يعني يتحط الاول الميه بالهيربز او بالاعشاب دي، بالاعشاب مظبوط، وبعدين يتعمل الحجامه. الكاسات بياخدوها بقى بتاعت البامبو دي، وهي دي اللي بيطبقوا بيها الحجامه. الكاسات بتاعت البامبو مش ازاز، بتبقى لا شجر البامبو ده بيبقى عباره عن حلقات كده، زي وعاء كده. بالظبط كده. فهو بيقسموه بياخدوه بيعملوا بيه الحجامه، بس عشان يمتص الجسم المواد الموجوده في الكاس ده، الخشب ده. طيب احنا دلوقتي قدامنا اهو صوره وواضح فيها الحجامه، ممكن تشرحي لنا احنا شايفين ايه؟ وهل كل مكان بيتعمل له حجامه بيعكس او بيشفي مرض معين؟ حلو. ده الشارت، ده البوينتس اللي احنا بنشتغل عليها الحجامه. اوكي. في بوينتس لمناطق كتيره جدا على حسب الكيس بتاعتي. يعني امراض القولون مثلا ليهم بوينتس معينه، امراض السكر ليهم بوينتس معينه، كل حاجه ليها بوينتس معينه. لما باجي بعمل فيه، ممكن انا اعمل الحجامه كجلسه ريكفري، او ان انا كجلسه ان انا بعالج بيها على حسب المرض. لو بعمل دي حاجات في الراس، على حسب بقى لو عنده صداع نصفي، جيوب انفيه، ساعتها بعمل في بوينتس معينه كده على الراس. ليه عامله دكتور نهى عامله ليه علامه بالاخضر وعلامه بالاصفر، او في ليه عده الوان قدامنا؟ ايوه، الاخضر ده بيبقى حجامه جافه. أوكي. يعني العلامات الخضراء بتبقى اماكن الحجامه الجافه. في العلامات اللي بتبقى بقى بوينتس ثانيه بتبقى بالاحمر او بالبيج، دي هي اللي هبتدي اشرط فيها، ما فيش فيها مشكله. اوكي، لكن اللي بالاخضر دي ما يتعملش فيها غير. طيب ايه الفرق ما بين الجانب الايسر والجانب الايمن من الراس؟ هل دي تعالج حاجات ودي تعالج حاجات، ولا حسب المنطقه اللي بشعر بيها او فيها بالالم؟ لا، هي بوينتس معينه بتبقى زي ما قلنا، لو في مثلا صداع نصفي، انا في بوينتس معينه ببص على التشارت عليها وببتدي اشتغل عليها. لو في عندي جيوب انفيه، ببتدي في نقط في الوش كمان بشتغل عليها حجامه تشريطيه، وفي الراس نفس الكلام. ايه يعني الامراض اللي ممكن الحجامه فعلا تشفيها؟ يعني انا مش هقول لك تشفيها، بس هقول ان هي بتقلل من اعراض حاجات كتير، امراض كتيره جدا، زي الامراض الروماتيزميه، السكر، الضغط المرتفع، امراض القولون العصبي، الصداع النصفي، حاجات كتيره جدا. القولون بتقلل من اعراض الحجامه، سوري، بتقلل من الاعراض بتاعتها. ليه؟ يعني
هل بيبقى فيه دم فاسد؟ قولي لي الميكانيزم بتاع الحجامة عبارة عن ايه؟ احنا من سنة 2016 عملوا ريسيرش كتيرة جدا عن الحجامة وتأثيرها على جسم الإنسان، وتوصلوا لخمس نظريات الحجامة فعلا بتشتغل بيها على جسم الإنسان. طبعا أهمهم ان هي بتشيل الدم المحمل بالشوائب والمواد الضارة، بتشيله من الجسم، بتزود حسن جدا الدورة الدموية، بتشتغل على جهاز المناعة، بتعلي جهاز المناعة جدا، بتقلل الكوليسترول الضار في الجسم، بتقلل ضغط الدم، فهي ليها تأثير كتير قوي قوي على جسم الإنسان. بالنسبة للستات وأهم الأمراض اللي ممكن نلجأ لها وإحنا يعني كستات ونلجأ للحجامة فيها، هي ألم الظهر والرقبة بتحسن جدا جدا من الموضوع ده. الستات بيجي لنا جدا في الصداع النصفي، يعني ناس كتير قوي من الستات وقت بقى الصداع النصفي بتعمل لهم حجامة فين؟ هنا في الراس بقى من فوق، او بنعملها في الراس من فوق وفي حوالينا الرقبه. بتتشرط مش جافه بقى، بتتشرط؟ لا بتتشرط. اوكي بتتشرط. مش خطر على الدماغ؟ لا خالص خالص خالص، هي الحجامه سيف جدا، ما فيهاش اي حاجه خطر خالص. يعني اقصى حاجه ممكن تعملها الحجامه ان انا مثلا اعمل ساكشن زياده شويه فيحصل، والسكن يبقى مثلا خفيف فيحصل شويه بلاسترز اللي هي زي الحروق كده من الدرجه الاولى، دي اقصى حاجه ممكن تعملها. او حد يكون تشريطه شويه تقيل فبدل ما العلامات دي المفروض ان هي بتقعد مثلا اسبوعين لا تطول معاه شويه، دي اقصى حاجه ممكن تعملها الحجامه. اوكي طيب، ادي الصداع النصفي، ايه كمان للستات؟ بتحسن الدوره الدمويه جدا عندهم، بتقلل من الام الظهر والرقبه زي ما قلت حضرتك، بتزود التركيز قوي عندهم. يا سلام. طب حلو التركيز ده فين؟ برضه في الدماغ؟ ليها بوينتس كده في الدماغ. اقصى حاجه بتقدري يعني، احنا شفنا في حجامه جافه، الحجامه الجافه بتتعمل ممكن كمان يعني في الوش، في الراس، في حتت معينه؟ الحجامه الجافه ممكن اعملها في اي مكان، ما عنديش فيها اي مشكله. طب كلميني عن التوتر، يعني في بعض الامراض بتبقى مستتره وكلها بسبب التوتر، هل الحجامه تنفع للحاجات مش عايزه اقول نفسيه ولكن عصبيه، توترات معينه طبعًا ولا طبعًا ايه؟ طبعا طبعا فين؟ بتقلل الاسترس، بتقلل الاسترس جدا الحجامه، من الحاجات الحلوه قوي في موضوع التوتر والاسترس. زي ما قلت لحضرتك هي بوينتس معينه في الشارت، احنا مش مطلوب خالص مننا ان احنا طبعا نطلب نحفظ البوينتس دي لان هي كتيره جدا، فاحنا شفنا في الصوره. ممكن يا باجوري تجيب لنا الصوره تاني لان النقط كتير كتيره قوي جدا ومتداخله. بالظبط بالظبط، في بوينتس كتيره مشتركه ما بين حاجات كتير، فاحنا البوينتس دي كل ما ريليتد للحاجه اللي انا هشتغل عليها ببتدي افتح التشارت واشوف انا هشتغل على اني بوينت. اهي دي كلها، هل ليها يعني برضو اثر على العضل طبعاً، ولا بس على ايوه عشان كده الرياضيين بيعملوها، لان هي بتحسن جدا ادائهم، بتقلل ستريس جدا من على العضلات، عشان كده بيعملوها حتى كجلسه ريكفري. يعني هو مش شرط يكون بيعاني حاجه، ده رياضي بقى وعلى طول في الرياضه والكلام ده، فهو مش غالبا مش هتلاقيه بيعاني من مرض معين، بس هو بيعملها كريكفري سيشن. ايه اخبار الحجامه والكانسر او انواع معينه من السرطانات؟ بنشتغل على الحجامه، بنشتغل مع الناس اللي عندهم كانسر كمان، لان هي بتقلل جدا من الخلايا اللي هي المسرطنه. بس زي ما قلت حضرتك طبعا لازم بيبقى باستشاره الدكتور بتاع، يعني لازم تلجا للدكتور، تبقى موازي يعني مع العلاج بيبقى كامل وباستشاره الدكتور المعالج. اهم حاجه اخر حاجه، الدم اللي بيخرج بعد التشريط بيبقى اسود، ليه يا دكتور؟ هو مش شرط قوي يبقى اسود، ويعني يقال ولسه يعني لم يثبتوا يعني علميا القصه دي، ان هو كل ما زاد الدم لونه كان غامق وكل ما زاد كميته كل ما زاد كل ما دل على عله العضو ده. يعني ده اللي بيقال، ان ده دم فاسد، يعني ان الدم كان لازم يخرج. مش بنقول عليه فاسد بقى عشان الفاسد دي كلمه مش مظبوطه، بس بنقول ان هو دم محمل بالشوائب والمواد الضاره. لكن دم فاسد ده معناه ان احنا اصلا لا مش احنا عيانين خالص. دكتور نهى محمد، اخصائيه العلاج الطبيعي والعلاج بالحجامه، بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، وبعد الشر عنكم في اي مرض من الامراض. لكن بنرجع مع بعض كده للوسائل الطبيعيه اللي ممكن تخدمنا وتشفي أمراضنا. فاصل ونرجع مرة تانية.
الفترة دي حالة الجو مش مستقر أبدا، ويمكن مش مفهوم خالص، يوم حر قوي ويوم برد قوي ويوم تراب جدا، وطبعا غير المطرة. وأكتر حاجة بتتأثر بقى باللخبطة دي كلها أو بلخبطة الجو ده هي بشرتنا، بتكون في حالة جفاف شديدة وبتستغيث بمعنى أصح. يعني أوقات نصحى من النوم كده نلاقي جلدنا زي ما يكون يعني مكرمش من كتر الجفاف، وأوقات طبعا في ناس يظهر لهم حبوب، لأن الجفاف بيعمل مشاكل كتير للبشرة غير إن هو بيكرمشها. طيب علشان كده بقى معانا النهاردة وفي أول فقراتنا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة اللي هتحاول تحط لنا كده خريطة إنقاذ لبشرتنا. معانا النهاردة أسماء عبد الحي خبيرة التجميل، برحب بيكي معانا يا أسماء. يا دينا ربنا يخليكي. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الأول بقى عايزة أقول لكم إن أسماء بشرتها حلوة جدا ما شاء الله، يعني لا قوة إلا بالله. فعايزين نعرف اللي أنا قلته ده حقيقي، هل كل الناس بتحس بيه، كل أنواع البشرة كل أنواع ولا البشرة شوية وشوية؟ لا طبعا، وبعدين التغيير الطقس ده عموما بيضر معانا بشرتنا، وزي ما بيضر برضه هو مفيد جدا برضه للبشره على فكره. يا سلام. طبعا يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا اصلا ان هو عمل التغيير الفصول. ليه بقى؟ لان اصلا موضوع الجو الرطب في الايام دي بيعمل تلف في الجلد بسبب قلة الشمس. الشمس دلوقتي مش قوية جدا، صح. فبالتالي ما بتضرش معانا البشرة، وسواء البشرة الدهنية نسبة الدهون فيها، الحبوب، ده كله طبعا بيقل في وقت الجو الرطب اللي احنا فيه دلوقتي. صح، الصيف بيبقى فيه مشاكل بالظبط، بس طبعا مفيد ان هو بيفتح معانا المسامات. فكل تغيير جو او كل تغيير الفصول عموما بتبقى مفيدة، زي ما هي برضو بتعمل مشاكل لبشرتنا هي برضو مفيدة جدا لبشرتنا. طيب تعالي نروح لأكتر دقة شوية، إيه نوع البشرة؟ إحنا عارفين بيبقى فيه جاف ودهني ومختلط. بالظبط. إيه أكتر نوع بيتأثر من الجو اللي إحنا فيه؟ البشرة المختلطة والبشرة الجافة طبعًا. البشرة الجافة بيحصل لها من كتر الجفاف بيحصل لها التهابات. وفي نفس الوقت بيحصل لها اكزيما، بيحصل مشاكل كتيره قوي. صح. بس طبعا يعني كل ده دواء، فاحنا ممكن في وشك وانت مش عارفه ان ده جفاف. بالظبط، وبعدين بيبقى احمرار جامد وبتتاثر جدا بالجو يعني. فطبعا لكل ده دواء، فاحنا بنعمل في حاجات نحافظ على بشرتنا يعني ان هي ما تحصل لهاش الجفاف دي. فاكتر طبعا البشره الجافه بتتاثر اكتر. واحد طيب بلاحظ ساعات ان احنا حتى لو بنحط، عارفه الكوزمتكس، الكريمات العاديه. مظبوط. اللي هي مش وصفات طبيعيه ولا حاجه، الكريمات العاديه، تبصي برضو مسافه لما بتحطيها بتمتص بالظبط وملهاش برضو اصل. هقول لحضرتك حاجه، هي المشكله اكتر حاجه ان احنا في فتره الشتاء بنستغنى عن الميه، محدش بيشرب فينا ميه كتير. صح، مش عطشانين. مش عطشانين، فده اكتر حاجه بتقلل الـ 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 الرطوبه عندنا في الجلد بتاعنا، فبالتالي ما بيبقاش فيه رطوبه كافيه. فحتى لما بتحطي اي حاجه البشره عطشانه، مجرد ما بتحطيها بتشربها على طول. فلازم نهتم طبعا بالميه جدا، تكرري اكتر حاجه المية وتشربي الميه. وبعد كده نهتم بقى، ما هو على حسب برضو، ما ممكن حاجات ما فيهاش يعني بشره جافه جدا فمحتاجه زيوت اكتر، حاجات دهنيه اكتر، فبالتالي بنحط الحاجات المناسبه، وما ينفعش تبقى دهنيه متراكمه على البشره عشان هتعمل لنا حبوب حتى لو بشره جافه. طب نعمل ايه بقى؟ نستخدم يعني مثلا هنتكلم على حاجه طبيعيه للبشره الجافه، زيت جوز الهند. حلو جدا للبشره، وفي نفس الوقت الدهون فيه، هي في دهون طبعا مش بعد كتير، بس الدهون فيه بتبقى اقل من يعني مفيده قصدي للبشره الجافه اكتر. اوكي، هل بقى نخلطه مع حاجه زيت جوز الهند؟ في بقى حاجات كتير طبيعيه ممكن نخلطه. وايه الفرق يعني في زيت جوز هند ولبن جوز الهند؟ عارفه اللي بيبقى ملكي قوي، هو من النبته السمره نفسها، بيطلعوا يعني منه اللبن بتاعه، وبيطلعوا منه الزيوت نفسها. هل نخلطه بحاجه ولا هو بس كافي هو عموما الناس بتبقى عايزه الحاجات السهله والبسيطه، مش عايزه بقى تقعد تعمل في وصفات كتيره ان هي تخلط في حاجات كتيره، فلا ممكن تستخدمه هو بس كل يوم قبل النوم مثلا على بشرتها. طيب هنرجع تاني بقى ونتكلم على حاجه بعد بقى جوز الهند. انت عارفه دايما بيقولوا الديرما بان ساحر طبعا، بيودي عيوب البشره، هل ده ينطبق كمان على
الجفاف ان احنا نحتاجها في وقت الشتاء ولا يعني؟ للتجاعيد بس الديرما باندا؟ لا طبعا الديرما بين اي سن عموما وفي نفس الوقت هي بتعالج بعض المشاكل كتيره قوي في البشره سواء بقى حبوب. خلي بالك ان احنا كل ما بنكبر كل ما الاليستين بتاعنا بيقل والكولاجين مرونه الجلد بتاعتنا بالظبط المرونه بتقل معانا. هو ده اللي على الشاشه اللي احنا شايفينه دي الديرما بين دي الديرما بين الديرما بين هي بصي احنا دلوقتي حصل لنا جفاف مثلا في البشره فعايزين ايه بقى؟ عايزين مثلا فيتامين اي عشان كل ما الاليستين عندنا بيقل كل ما البشره بالظبط. وخلي بالك بيبقى فيه البشره بتبقى بتاكسد معانا فلما بتاكسد تلاقي البشره بهتانه فالفيتامين اي طبعا بيبقى مضاد للاكسده فبالتالي بيدي نضاره للبشره. ناخده بالبق بقى يا اسماء ولا نكسر الكبسول او النخله؟ هنا بقى احنا هنعملها ميزوثيرابي بقى مع الديرما بين هنحطها على البشره بحيث ان احنا نفتح المسامات وندخلها جوه البشره بالديرما بين سواء بقى كولاجين او اي مسترايزنج مرطبات طبعا عشان خاطر البشره ترجع كمان يعني نضره زي الاول. نضره زي الاول. طب احنا كده دلوقتي اللي على الشاشه ده ديرما بين تاني غير الاولاني؟ لا دي ديرما رولر مش رولر اوكي. دي في فرق ما بين الاثنين. ايه الفرق ما بين الاثنين وده يستخدم فين وده يستخدم فين؟ بصي هي الاعمق والاقوى الديرما بين اما الاولاني اللي هي الاولاني اللي هي السنون دي السنون دي هتلاقيها اكتر في مراكز التجميل أوكي. اما دي بتبقى في البيت البنات بتستخدمها زي الحاجات الطبيعيه لما بنستخدم حاجات طبيعيه في البيت نقدر نستخدمها بالظبط دي دي بتحافظ على البشره اكتر لكن مش بتعالج مشاكل فعلا. يعني طب افرضي بشرتي حساسه والخدوش اللي ممكن تعملها الديرما رولر ممكن تاثر فيها؟ هي طبيعي ان هي ليها اعراض جانبيه اللي هي الاحمرار التهابات بتحصل غمقان على فكره بيحصل بعد كده بترجع تقشر معانا فده طبيعي يعني بس كلها يومي يعني زي ما بنعمل اي حاجه في بشرتنا مثلا عشان تجيب معانا نتيجه ايه يا اسماء يعني بتعمل لنا ايه؟ الديرما بين بتعالج المسامات الواسعه بتعالج الحفر البن ولا الرولر؟ البن البن خلينا نتكلم على الحاجة اللي بتعالج المشاكل. هو ده. ما احنا قلنا ان دي البن شكله بيوجع اكتر. هي بتوجع شوية بس ده ما اقدرش استخدمه لنفسي؟ لا لا تقدري عادي جدا بس الفكرة ان انت لو مش عندي هتقدري تستحمليه يعني هو وجع متحمل بس لو انت حابة ان انت تحطي مخدر عادي ممكن تحطي مخدر بس ما بفضلش المخدر يعني. طيب في سؤال دايما بفكر فيه لما يعني بسمع على الديرما بان او الرولر هو الواحد بعد ما يعمل بيها ايه يحط ايه على وشه اللي بيها يتشرب في البشره وهل في حاجات ممنوعات اننا نستخدمها؟ هو ممنوع الغسول في الوقت ده ممنوع اي حاجه احنا بنستخدمها مثلا كروتين هنبعد عن الروتين بتاعنا لمده مثلا 3-4 ايام على السكين كير روتين بتاعنا لكن هنحط إيه؟ بنحط بقى ايه المضاد الحيوي بنحط يعني الميبو يعني للحروق وكده ده بالنسبه للديرما بن فاحنا قلنا صح الديرما رولر بتحافظ فهي البن بقى بتعالج ما كملتش لحضرتك ان هي بتعالج المسامات الواسعه بتعالج الحفر الرينك الخطوط اللي هي التعبيريه اللي هي بتبقى موجوده ما بتعملش يعني خلي بالك احنا كمان في الشتاء البشره لما بنعمل كده بتلاقيها مشدوده معانا ما فيهاش مرونه فده بقى بيعمل معانا بتعالج الحاجات دي وفي نفس الوقت بتدي نضاره للبشره وحتى لو ما حطيناش بعديها اي حاجه لا احنا بنبدا نحط بعد ال4 ايام لا انا اقصد يعني حاجه علاجيه لا ما احنا بنحط معاها معاها مع السيشن نفسها بنحط معاها الميزوثيرابي بنحط على حسب بقى طبعا كل بشره كل واحد بالظبط بنحطه بندخله بالجهاز جوه البشره نفسها أوكي. فالبشره بتستفاد جدا جدا اكتر من الحاجات كأنه بيعمل حقن بس على السيرفس مش حقن مش حقن خارجي بالظبط طيب سؤال مهم قوي الديرما بان له اعماق وله يعني في اللي بيعمل حاجة غائرة لجوه في أطوال وفي نسب والسنون مختلفة هو السن إيه لأنهي مكان إذا كان سؤالي واضح ما هو بقى أنا بحدد أنا هنا بحدد مثلا بتبقى البيشنت موجودة بحدد حالة البشرة إيه المشاكل بتاعتها الأول عشان أقدر أستخدم السن أسماء القعدة قاعدة معاكي واحدة مش هتنفع أو فقرة مع أسماء عبد الحي واحدة مش هتنفع لأن عندي مليون لسه سؤال لسه ما اتكلمناش على البشرة المختلطة نحط فين ولأ وفين لأ يعني والجافه برضو ما اديناهاش حقها والدهنيه الكلام كتير جدا عليها لكن توعدينا انك تجي لنا مرات ثانيه باذن الله في ست الستات وبشكر مع حضراتكم اسماء عبد الحي خبيره التجميل والعنايه بالبشره شكرا جزيلا يا اسماء انا كنت مبسوطه معاكي قوي النهارده انا اكتر